هذه الفتاة الجميلة استطاعت بعزيمتها وإصرارها أن تنتصر على تحديات عديدة، ولم تدع حياتها تقف أمام محنتها، بل حققت نجاحات عديدة في حياتها حتى أصبحت مصدر إلهام للكثيرين، وخصوصاً المصابين بنفس مرضها. تيفاني آدمز امرأة أمريكية جميلة تبلغ من العمر 36 عاماً، كانت تحلم منذ طفولتها أن تصبح عارضة أزياء، كما أنها موهوبة بالتمثيل والمسرح. تعرضت لحادث تصادم بشع عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً، كل زملائها في السيارة لقوا مصرعهم، أما هي فتم نقلها جواً للمستشفى، وخضعت لعمليات عدة، وظلت في غيبوبة لمدة 3 أسابيع، وعندما أفاقت وجدت نفسها مصابة بشلل نصفي بسبب الحادث. الغريب أن تيفاني لم تقف أمام محنتها الصعبة هذه، ولم تتذمر على حياتها الجديدة التي ستقضيها على كرسي متحرك، بل كانت تفكر فقط في أحلامها وفي مستقبلها، وكيف ستتابع دروس التمثيل والمسرح وعروض الأزياء وهي على كرسي متحرك. لكنها استطاعت بإصرارها التغلب على أحلك أيامها لتحقيق النجاح في حياتها. في البداية درست تيفاني علم النفس في كلية سان واكين دلتا، واهتمت أيضا بلياقتها البدنية بشكل يومي، حتى عملت كمدربة لياقة بدنية في شمال كاليفورنيا، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس للجري وراء حلمها لتصبح عارضة أزياء وممثلة. وفي عام 2012 أعلنت قناة سان دانس عن إنتاج سلسلة بوش جيرلز، وهو عبارة عن مسلسل تلفزيوني واقعي حول التعايش مع الشلل في هوليوود، وتقوم تيفاني ببطولة هذه السلسلة مع 4 نساء أخريات لحث المصابين بالشلل النصفي على التعامل مع مرضهم دون قيود، وأن يحققوا ما يحلمون به مثل ما فعلت تيفاني تماما. لذا تم إنتاج فيلم وثائقي عن حياتها بعنوان تيفاني، وتم عرضه في مهرجان فنون بروكلين السينمائي في عام 2017. شاركنا برأيك، هل المحن قد تكون دافعاً لتحقيق الأحلام؟